لم يعد التعرف على بعض معالم الحويجة بالسهل بعد العمليات العسكرية والقصف وتفخيخ داعش للبيوت والأسواق. عملية التحرير رافقها شروع أهالي تلك المناطق بالبحث عن ما تبقى من أموالهم المنهوبة وسياراتهم التي استولى عليها داعش. دمرونا الدنيا والله لا يوفقهم إن شاء الله. خربوا بيوتنا، هذا بيوت ولدي اثنين تهدمنا وشلوا ابني بيهن. الله وكيلك بالمنصورية، وهذا يقول وين المنصورية؟ تعال تلقاهم دموا بيته واشتلوا بالبيت وقع عليه البلوك وباقوك اهدموه نوبة البيت خلاص شلع. من بغداد قدم حيدر ليبحث عن جثماني أخويه علي وأحمد اللذين أسرهما داعش في معارك بجبال حمرين، وهو يملك صورهم وهم يقتلون ويعلقون بأحد بوابات الحويجة. والله تعنينا الحويجة تتحرر، صار لنا سنتين ندور على أخوتنا، أخوتنا استعرضوا بيهم بالحويجة وعلقوهم على البوابة مال الحويجة ودافنيهم قرب الحويجة، فإحنا من حرروا الحويجة اجينا عاد ندور على جثثنا، افترينا لقينا مقابر جماعية، وهاي المقابر احنا ما نقدر ننبشها ونطلعها الا الحكومة والناشد عديلة وزيرة الصحة بانه تدزلنا وفد من الصحة اسعافات اولية، وهم بعد هم اجراءات يعرفون شلون ينبش القبر يطلع العظام يطلع، احنا ما نقدر نسوي اي اجراء. كل ما تبقى من داعش مقابر جماعية وخراب هنا وهناك وفترة حكم لن تمحوها السنون. من الحويجة أدنى الأغا، الشرقية نيوز.